سابع أبريل من كل سنة تخلد المنظومة الدولية اليوم العالمي للصحة بهدف التحسيس والوقاية من أمراض مختلفة. وقد اختارت منظمة الصحة العالمية داء السكري كشعار لها هذه السنة باعتباره أحد الأمراض المزمنة والمنتشرة في البلدان النامية، حيث أثبتت دراسات أجريت مؤخرا أن عدد المصابين به وصل 382 مليون مصاب، ويتوقع أن يصل العدد في السنوات القادمة إلى 592 مليون مصاب عبر العالم. لقد وعنا وامتثالا للتوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، وتطبيقا لبرنامج حكومة معالي الوزير الأول المهندس يحيى الحدامين، ليسهر على كل ما من شأنه الرفع من مستوى الصحة العامة للبلد، مدركا أهمية مكافحة الأمراض والوقاية منها والتخفيف من وطأتها على السكان بصفة عامة، وبالخصوص الأمراض المزمنة كالسكري وغيره، وذلك تماشيا مع ما تم من تطوير على المستوى الاستشفائي. اليوم العالمي للصحة تضمن تخليده في نواكشوط تقديم بعض العروض ركزت على أهمية تحسيس المواطنين ومرضى السكري بأهمية الكشف المبكر عن هذا الداء. ارتفاع نسبة السكر في الدم، وذلك الارتفاع مع الزمن يعدل مضاعفات في الجسم، في العينين وفي الكلى والأطراف، مضاعفات مودي في القلب والدماغ، معناها عنه يأثر على العروق الصغيرة والكبيرة. هو بهاي الناحية نحن المرضى يشونا من كل بلد، يشونا من اللي فيها السبق وفي الجراحة، عدو فات واحد منهم نبتو حبة والله شيء عدو لابد من انقطاع من عضو، والله يشو متأخرين فاتوا عاد عندهم مشاكل في الكلى. زيادة الوزن وكثرة التبول تعتبر من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكري، وتناول الأطعمة الدسمة والسكريات المختلفة من أبرز أسباب الإصابة بهذا الداء، الذي تقول آخر الإحصائيات إن نسبة انتشاره في صفوف البالغين في موريتانيا تصل 6%.